أهلا بك، ودعنا نبدأ معك من صحيفة اليوم التالي، وفيها نقرأ: الرئاسة تحتسب ضحايا تحطم طائرة الجلابات، استشهد والي القضارف المهندس برغني صالح سيد أحمد وستة من مرافقه بينهم وزير الزراعة بالولاية عمر محمد إبراهيم رامفي، فيما نجا ستة أشخاص إثر انفجار طائرة مروحية صباح أمس الأحد في منطقة الجلابات. واحتسبت رئاسة الجمهورية عند الله تعالى والي القضارف ورفاقه وزير الزراعة بالولاية عمر محمد إبراهيم رافي ومدير إدارة الحدود صلاح عمر إبراهيم الخبير ومدير مكتب الوالي مجدي حسن النور وقائد اللواء الخامس بالفرقة الثانية عميد ركن يوسف الطيب يوسف ونائب مدير شرطة الولاية عميد شرطة النور أحمد وضابط استخبارات الفرقة الثانية رائد محي الدين الريح. بينما نجا من الحادثة معتمد باسند اللواء مهندس محمد الحسن والدشوات والعميد أمن عبد الرحمن الحاج والعقيد جمارك عبد الوهاب موسى وأفراد طاقم الطائرة والمواطن أحمد عبد الرحمن العوض بجانب حرس الوالي. رحمة والمغفرة للوالي ورفاقه وخالص الأمنيات للمصابين بكامل الشفاء. الآن من المشهد من القضارف معنا على الهواء مباشرة عبر خط الهاتف الزميل الصحفي فرح الصادق من داخل صنادق العزام ليضعنا في الصورة وآخر التطورات. مرحبا بك زميل الصحفي فرح الصادق. مرحبا بكم الزملاء في قناة سودانية 24، وأنا أحدثكم الآن على الهواء مباشرة من حي أبايو، حيث قدم نائب رئيس الجمهورية عثمان كبر التعازي إلى أسرة الفقيد الملازم أول شرطة معاش مجدي حسن النور المدير التنفيذي لمكتب والي القضارف. وكان نائب رئيس الجمهورية السيد عثمان كبر قد شيع جثامين ضحايا الحادث الأليم الذي فجع ولاية القضارف جمعاء، وتم تشييعهم ومواراتهم السرى بمغابر الجيش بمدينة القضارف. وهو الآن والآن نائب رئيس الجمهورية في طواف على أسر وضحايا الحادث وذويهم، حيث يتم تقديم التعازي لهم ومواساتهم في فقدهم الجلل. وجدير بالذكر أن وفد اتحادي من الحكومة الاتحادية إرافه نائب رئيس الجمهورية عثمان كبر قد شيع ضحايا الحادث الأليم. إن كان لك أي نعم. إذن زميل الصحفي فرح الصادق، نعم. شكرا لك، وأنت تضعنا نعم. في الصورة وآخر التطورات من داخل صنادق العذاب، شكرا لك. نعم بارك الله فيك. شكرا. إذن الرحمة والمغفرة للوالي ورفاقه وخالص الأمنيات للمصابين بكامل الشفاء. إذن أستاذ عبد الماجد، هي فادعة جديدة تأتي هذه المرة من الجلابات، حيث سقطت طائرة والي القضارف وعدد من المرافقين. أرجو أن تضعنا في بداية في تطورات المشهد، وهل من معلومات جديدة حتى بعد معلومات صنادق العدالة التي وضعنا فيها الأستاذ فرح الصادق لديك؟ أولا أعزي أهل القضارف أجمعين وأهل السودان عامة برحيل الأخ العزيز مرغن صالح. ومرغن صالح شخص ربطني به صلة امتد لأكثر من 20 عام. أنا حزني عليه أيضا كحزن أسرتي عليه، كحزن كل الذين تعاملوا معه طيلة هذه السنوات. نعم تقبله الله. لم نجد منه إلا الكلمة الطيبة والكلف الموقع. طيب كان حريصا جدا على عمله وعلى علاقاته بالآخرين، رجلا كان رجلا مبدئيا في كل شيء. ولذلك مرغني ترك فراغ عريض لكل الذين يعرفونه، وترك فراغ عريض جدا جدا في صحة العمل الوطني والعمل الإسلامي. نعم. وصلى الله تقبله وليس كثيرا على الله سبحانه وتعالى، لأنه كان أيضا على استعداد لمغادرة الدنيا في أي لحظة. فمرغني من الذين كانوا يسارعون إلى الآخرة. أقول هذا لأن كل الذين عاشروا مرغني صالح كانوا يعرفون أنه كان على استعداد للانتقال من الدنيا في أي لحظة، وهي يقدر الله سبحانه وتعالى تختم أيامه في الجلابات. نعم. لكن أستاذ عبد الماجد، تكررت حوادث الطيران في السودان في الفترة الأخيرة بصورة مزعجة، ما الذي يجعل هذه الحوادث تتسارع بهذه الصورة؟ أولا دعينا
نقلب ما الذي حدث. أنا اليوم طلعت في عدد كبير جدا جدا من الصحف الورقية تحديدا والمواقع الإلكترونية، وجدت أنه أدق معلومة هي المعلومة التي قال بها كابتن الطائرة. كابتن الطائرة قال صحيفة النشر اليوم أنه فوجئ عندما كان يريد أن يهبط هنالك تم حريق لمجموعة من سيقان الذرة في المنطقة المحددة لهبوط الطائرة، وهي طائرة مروحية تهبط في مكان محدد. فوجئ بأن الدخان الذي تصاعد من حريق هذه أعواد القصب دخل إلى محرك الطائرة وعطل محرك الطائرة وفقدت الطائرة التوازن. وذكر أيضا أنه فوجئ أيضا بأن الرؤية محجوبة لأن كثافة الدخان في المنطقة لم تمكنه من الرؤية، وذلك اضطر لأن يهبط بها بالطريقة التي هبطت أنه فقد السيطرة عليها. وعندما حاول أن يخرج بقية الناس وجد أن الأنسلة قد تمكنت من الطائرة. ولذلك نحن أمام قدر إلهي نعم، لكن أيضا هنالك إهمال واضح جدا جدا في هذه القضية، لأنه مهبط الطائرة كان ينبغي أن يكون مؤمنا ويكون محميا من أي مفاجآت ممكن تفاجأ الطائرة، لأنه حريق أعواد القصب تعالي أرسنة الدخان هذا يعني تلقائيا حجب الرؤية هبوط الطائرة. وهذا أيضا يعني أننا أمام واقع جديد وأمام حادثة جديدة تتطلب مزيد أيضا من التحقيق. نعم، مع الأسباب التي ذكرتها أستاذ عبد الماجد، يعني حريق القصب هو الذي حجب الرؤية وهو الذي عطل المحرك وبالتالي حدثت يعني حدث هذا التحطم للطائرة، لكن هناك تبريرات أخرى للحوادث التي حدثت، يعني يقال الكثيرون من التبريرات هذه التي تساق بأن حوادث الطائرات دائما سببها الحصار الأمريكي على السودان، وذلك بالنظر لأن شركات الطيران السودانية خاصة الخاصة تعمل بكفاءة عالية، فهل تتفق مع هذا الرأي تحديدا؟ الأمر لا علاقة له كثيرا جدا بالحصار الأمريكي خاصة في قضية هذه الطائرة. هذه الطائرة أخ مرغني صالح حصل عليها بموافقة من وزير الداخلية قبل أسبوعين، وكان الغرض محدد جدا جدا لهذه الطائرة. هذه الطائرة طلبت من وادي الغضارف رحمة الله عليه لجولة تتعلق بالوقوف على تهريب الذرة في الحدود، الوقوف على بعض الثغرات الأمنية أيضا في الحدود بين السودان وإريتريا وأثيوبيا، كان بطلب من وزارة الداخلية. فالطائرة كانت موجودة لوزارة الداخلية وكان مقررا أن يعود بها اليوم إلى الخرطوم. إذن هي طائرة تعمل بكفاءة عالية جدا جدا لدى الأجهزة الشرطية، وهي الطائرات المعلومة عنها إذن كانت في كفاءة عالية جدا جدا، ليس فيها أي خسائر. وذلك تعليق الشماعة على الحصار الأمريكي وتعليق الشماعة على أي أخرى في حوادث تكرار الطائرات، هذا أمر أصبح غير منطقي وغير معقول، لأن سؤال الموضوع ما الذي حدث في كل أوراق التحقيق التي أجرت من قبل حوادث الطائرات السابقة. إذا كان هناك تحقيقات تأخذ مجراها وتتم فيها محاسبة المقصرين أي كان هؤلاء المقصرين، لم نكن نحتاج إلى أن تتكرر بعض الحوادث بالمسطرة، لأن الأحداث هذه ظلت تتكرر باستمرار من وقت إلى آخر. وعندما تسقط طائرة ويستشهد في عدد كبير جدا جدا من خير أبناء السودان، نعود مرة أخرى نتذكر أننا قبل سنوات أيضا أو قبل أشهر سقطت طائرة. لكن عندما نتحدث ما الذي حدث لمحاولة معالجة هذه القضية حتى لا تتكرر ذات الحوادث مرة أخرى، أنه لم يحدث شيء. الروح السوداني في التعامل مع الفواجع دائما تسلمنا إلى حادثة جديدة، إلى كارثة جديدة، دون أن نستفيد من الدروس التي وقعت في الكارثة السابقة. نعم،